اهلا بيك يا معز وربنا معاك. يا ترى تفاصيل الموضوع ده حصلت ازاي؟ والله هو الموضوع بتتضح تفاصيله شوية شوية. هو الى الان طبعا الناس دي مجهولة الهوية، بس من الواضح انه غالبا مش مصريين، وطبعا كالعادة عايزين يشعلوا فتنة ما بين المصريين تحديدا، لانه اغلب المشتركين عندنا مصريين. يعني انا شخصيا رأيي انه دول مش ناس مصريين، بالذات انه في تعليق اخير لسه محطوط من حوالي ساعة انه على الموقع المخطوف، يعني ان انا كنت فاكر المصريين كرمة وكنت فاكر، فكأنه حد من بره. هو اللي فهمته من كلامك دلوقتي ان الصفحة موجودة بس تحت عنوان اخر يعني في الانترنت ولا ايه؟ والله كويس انك سألت. لا ده هي موجودة لسه تحت اسمي، وبيتقال من خلالها حاجات لا تمثلني ولا اعتقاداتي ولا اخلاقي ولا اي حاجة بعملها. بس الميزة انه من كتر ما في تباين ما بين اسلوبي ومنهجي وما بين اسلوب الناس اللي يعني التعبانة دي، الناس مش مصدقة طبعا. لكن النقطة التانية يا معتز، انه هو يتضح ليا انه الشخص ده عايز يعمل فتنة ما بين الشباب تحديدا، عشان كده دخل على النت. وخد بقى المفاجأة اللي لسه ظاهرة من ساعتين، انه بيتقمص شخصية انسان مسيحي متطرف. تحديدا انا بقول مسيحي متطرف، وده قلة دايما ان شاء الله في العالم. حاطط ده تحديدا مكان الصورة بتاعتي ومكان كل حاجة كانت بتاعتنا. فالاستنتاجات بتقول انه الشخص ده عايز يقوم المسلمين المعتدلين المشتركين على الصفحة ضد المسيحيين بالطريقة دي. تمام. طب ردين بقى، بس اتفضل لو عندك سؤال. لا انا عايز اعرف، انت عارف طبعا مؤخرا حصل تطوير كبير في نقول ايه يعني اساليب الشرطة المصرية واجهزة البحث عن فيما يعرف بجرائم الانترنت. عملت ايه علشان تتابع هذا الموضوع في بلاغ رسمي؟ جدا هو كذلك، انا بلغت بلاغ رسمي وما كنتش لسه فعلا على علم ان احنا عندنا ادارة متطورة في مباحث المعلومات. طلبوا مني الامر وشغالين بكل قوة، وانا اظن ان هم هيعرفوا الشخص وهيتجازى ايا مكان مكانه. النقطة التانية بقى ان انا عايز اخد فرصة ان انا اقول انه الانسان ده حتى لو هو مسيحي في البطاقة، انا مش هخليه يقومني على المسيحيين. هو بالنسبة لي ما يمثلش الدين المسيحي ولا اخواتي المسيحيين في مصر، على الرغم من كل اللي بيعمله. ده انا عايز اقول لك ان هو دلوقتي بدأ ينشر باسمي شتايم ضد الاسلام والمسلمين هو الموقع بتاعي. وعلى الرغم من كده هقول لن تنجح فيما تريد، هنفضل نحب بعض احنا برضو في مصر. ده اقول لك حاجة غريبة تانية يا معتز. اتفضل. دلوقتي لسه قاري تعليق واحدة دخلت على الصفحة الجديدة اللي احنا عملناها. البنت دي مسلمة بتقول انا ما كنتش اعرف حضرتك. اللي خلاني ابحث، انا بقرا كلامها، اللي خلاني ابحث عن حضرتك اصدقائي الاقباط، فهم مبهورين جدا بحلقاتك مع معتز الدمرداش على الرغم من استيائهم من الاحداث اللي كانت بتحصل لهم في مصر. طيب تمام، ده كلام كويس قوي. ده معناها ان انت ابتديت تعمل صفحة بديلة، صح؟ هو كده بالضبط كده، احنا عملنا صفحة بديلة وبدأت انها تكبر والناس يعني تلاقيها. طب وبالنسبة للمستقبل بتعمل ايه علشان تأمن نفسك ضد مسائل القرصنة ومسائل الاستيلاء على الصفحة بتاعتك على الفيسبوك وما الى ذلك؟ هنعلي بس مستوى الحماية بالتعاون مع ادارة الموقع اللي هو الفيسبوك. واظن ان هو ممكن يصل، يمكن بدفع فلوس او حاجة، لان كان الشغل ده كله معهم اغلبه مجاني. ممكن نصل الى مرحلة من الحماية مدام الموضوع وصل على بقى في استئمان على عقول وقلوب ناس كتير. تمام. بمئات الالاف من شبابنا، فلازم نبقى محامين الموضوع ده. لكن ده برضو كانت النقطة التانية يا معتز، انه بيؤكد لي ضعف التطرف الفكري. التطرف الفكري ضعيف، ما بيعرفش يقنع بالحجة، فبيخش بالدراع دايما. ما بيعرفش يحافظ على المبادئ، فيعصي ربنا في ظنه علشان يحقق حاجة هو فاكرها هدف ربنا.